في تعليق على موضوع تقبيل قدم الأم أو الأب، في كلام جميل للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، يقول لا حرج بتقبيل قدم الأم أو الأب بشرط لا يكون على هيئة سجود، كان يسجد الأم وأبوه يقبلهم، لكن لو كانت أمه مسترقية أو مادة رجلها مسك قدمها يقبلها، هذا ما في حرج. حتى أن لا يفسر كلام بتفسير آخر، لأن السجود لا يكون إلا لله. بعض الناس كان يسجد حق أمه ويتقدم قبل قدمها. وهناك موقف نبوي حصل مع معاذ بن جبل، معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة وأعلم الصحابة بالحلوى والحرام. معاذ بن جبل ذهب إلى الشام وشاف أهل الشام عندهم خصلة غريبة، أن الأمير أو الوزير واحد يعني احترامهم له أنهم يسجدون له، تعظيم له، يعطون مكانته كما يقولون. فمعاذ كان عجب الشيء هذا، أنه أراد أن يطبق مع سيد الخلق وأولى الخلق أن يعني نحترمه النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما نعظم نجعله كإله. سوى معاذ لما رجع إلى المدينة أراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، رفع رأسه قال ما هي معاذ، إيش قاعد تسوي؟ قلت يا نبي الله أهل الشام يسجدون لأمرائهم ووزرائهم وأنت أولى بالسجود. قال لا يا معاذ، لو كنت آمر أحد يسجد لغير الله لأمرت المرأة تسجد لزوجها، بس طبعا مو أي زوج، طبعا مو أي زوج، حتى بعض الأزواج يهدد زوجته، أنا جنتك ونارك، إيه من أنت؟ جنتك ونارك، نعم الذي يقيم حد الله تعالى ويؤدي الحقوق كما كانت ولا يظلم أحد ولا يقصر، إن أردت زوجة تكون كيعني فاطمة فكن كعلي رضي الله عنه وأرضاه، تبيها فعلا صالحة مصلحة كن قدوة، واضح، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، أنت اللي تأمر وتنهى بالخير. فلا شك أن المرأة عظم الزوج أمره عظيم جدا، يعني لو أمها وأبوها وأهلها والعشيرة والقبيلة قالوا لها يمين والزوج قال الشمال، يعني عكس رأي أهلها، اطيع زوجها، اطيع الزوج، لكن مو أي زوج، ما يأمرها بمعصية، يأمرها بحرام، يأمرها بقطيعة رحم. طبعا هذا أمر ما بيدخل فيه الحين، لكن عموما بس حببت أني أسلط الضوء على موضوع مكانة السجود، أنها لا تكون إلا لله، ولمن أراد يقبل قدم أمه وأبوه ما يكون على هيئة السجود، كان يسجد لهم، هذا أمر مرفوض طبعا في الدين وفي العرف وفي شريعتنا، تمنع السجود لغير تعالى. الله يحرمكم الأجر ونألف بين القلوب، يصلح ذات البين ويهدي لسبل السلام، ويجعل بيوتنا مطمئنة وعامر بالطاعة، والله الله في والديكم الأم والأب. وأعيد وأكرر، الأم والأب قالوا حق الزوجة لا تسمعي كلام الزوج، والزوج قالوا اسمعي كلامي تسمعي كلام الزوج، لا يقدم قول على قول الزوج، هذا دين تكلم. أنتم الرجال حكرتوها، الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، عسى ربي لا يحرمكم الأجر وألف بين القلوب، يصلح ذات البين. والآن إلى الباهية.